سؤال سريع بقى المره دي. جدا جدا. اوكي يلا. تحبي تقولي ايه المتسابقين بتوع اكس فاكتور؟ تنصحيهم بايه؟ يلا شو بكره النصيحه، بنصحهم انه يعني يكتسبوا من كل شيء كل يوم بيمرقوا منه في، يعني سوري معلي، كل يوم بيمرقوا فيه بيتعلموا شيء جديد. انا كثير بكره النصيحه، وبنصحهم انه ما يسمعوا نصيحه حدا الا حالهم. على اساس لانه دائما نحن تعودنا كثير كثير بننصح، حتى بننصح مرات بنكون نحن مو فاهمين شو القصه بس بنحب النصيحه. بدي اقول لهم بس يحاولوا انهم يكتسبوا من تجاربهم شيء مهم لبكره يحسنوا حالهم. يمكن يكون انا اكتسبته، يمكن يكون عم حسن حالي رغم اني مرات بروحي عكس هيك. فالله يوفقهم ان شاء الله ويكتسبوا هنا من تجاربهم ان شاء الله. ربنا يوفقهم. اصلا كنت معكم، شكرا اليسا، وائل، حسين، كارول، بموت موت فيكم، بحبكم كثير كل حدا فيكم. نورتينا في اول حلقه من اكس فاكتور جميع. شكرا شكرا بيبي. أصالة شكرا. حلوة. شكرا جزيلا.